عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، موعد النهاردة إن شاء الله تعالى محل بيج 43. نبدأ بسم الله. نمبر 4 I prefer، يعني I would prefer space tennis. هنا عندي would و prefer، يبقى محتاج تو المصدر، يبقى تو بلاي، أفضل لعب طبعا التنس. سؤال نمبر 5 I'd rather، في هنا would طبعا rather يعني أفضل أن أو أفضل، طبعا محتاج المصدر، يبقى هنا إيه play chess، أفضل طبعا لعب الشطرنج. بعد كده عندي read and correct and the underline words، اقرأ صح الكلمات اللي تحتها خط. number one who's about going to the park، طبعا ده سؤال اقتراح، who's دي تستخدم للتعبير عن الملكية، مثلا محتاج طبعا how about أو what about، يبقى هنا عندي how about going to the park، وماذا عن الذهاب إلى الحديقة، ده سؤال اقتراح. سؤال نمبر 2 what is you going to wear tomorrow، طبعا هنا الفاعل جمع، يبقى what are you going to wear tomorrow، ماذا سترتدين غدا، الفاعل جمع يبقى محتاج are. السؤال نمبر 3 منى درو رسمت طبعا، يبقى هنا herself a picture، رسمت صورة بنفسها، الضمير المنعكس على منى herself، اللي هو يؤكد أن الفاعل قد أدى العمل بنفسه. السؤال نمبر 4 we are really enjoying، نحن نستمتع أو نحن نستمتع حقا طبعا إيه our service on our holiday، يعني في عطلتنا، عندي الضمير we ضمير منعكس بتاعه our، يبقى our service. نمبر عندي يونت 10 بقول لي تشو ذا كريكت انسر فروم اي بي سي اور دي، ذا سبيس از ميد اوف جلاس اند بلاستيك، مصنوع من الزجاج والبلاستيك، اللي هو التلفزيون تلفاز، صوفا كنبه، كاب فنجان، كيرتن معناها ستاره. نمبر 2 ذا سبيس ار ميد كوتون، ميد اوف كوتون مصنوع من القطن، يبقى كاشنز معناها الوسائد، لامبس مصابيح، تيبلز ترابيزات او منضدات، تلفزيون معناها التلفاز. السؤال نمبر 3 ديزاين نيو buildings، يعني بيصمم المباني الجديدة، اللي هم الاركتكتس، اللي هم المباني المهندسين المعماريين، كاربنترز نجارين، دكتورز أطباء، تيتشرز مدرسين. بعد كده السؤال نمبر 4 what will your future house space like، ماذا سيكون منزلك المستقبلي يبدو أو كيف يكون شكله، يعني يبقى هنا what will your future house look like، يعني ماذا سيكون منزلك المستقبلي او كيف يبدو منزلك المستقبلي، يبقى look like ده تعبير، يعني تعبير عن الشكل. السؤال نمبر 5 the space is made of metal، مصنوع من المعدن، يبقى الاجابه الصحيحه عندي knife سكينه، jumper اللي هو طبعا اللي هو بيتكلم عن البلوفر يعني، ودريس اللي هو الفستان، وشو اللي هي فرده حذاء طبعا معناها اعزكم الله. سؤال نمبر 6 are used to cook food or bread، بيستخدم طبعا بيقول لي بيستخدم للطبخ، والخبز اللي طبعا ovens الافران، fridges ثلاجات، tabs معناها صنابير، TVs اللي طبعا تلفاز. يبقى عندي تاني بيستخدم طبعا للطبخ والخبز اللي هو الاوفنز الافران. سؤال نمبر 7 some houses fill in fill to the ground after the space، يعني بعض المنازل سقطت الارض بعد الارثكويك اللي هو طبعا الزلزال، اما achievement اللي هو طبعا الانجاز، وارثكويك الزلزال ودي الاجابه الصحيحه، space معناها الفضاء، وبعدين عندي description معناها الوصف. بيج 44 44 شوف ذا كريكت انسر فروم اي بي سي اور دي، اختار الاجابه الصحيحه من اي و بي و بي و سي و دي. نمبر 1 وات سبيس ذا ثينجز، الاشياء طبعا جمع، ان ذا فوتوز ميد اوف، مما تصنع الاشياء التي في الصوره، الاشياء جمع محتاج ار. نمبر 2 اي ثينك كان في المستقبل، وي ويل طب محتاج الفاعل، وادي ويل محتاج الفعل في المصدر، الفعل في المصدر بدون اي اضافات، ليف اندر ذا سي، أنا أعتقد نحن سوف نعيش under the sea تحت البحر، طبعا lives فائس، وهنا ing والفعل هنا التصريف التاني، الفعل مش هينفع، محتاج الفعل في المصدر بدون أي إضافة. السؤال نمبر 3 ده سؤال بيقول لي will she space a garden on the roof، يعني هل سوف يكون لديها طبعا حديقة on the roof على السطح، طبعا الفعل في المصدر have، having في ing وهذا التصريف الثاني، وهاز طبعا فيها اس، الفعل have مصدر، has مش مصدر، يبقى الإجابة الصحيحة have. بعد كده عندي السؤال نمبر 4
بيقول لي will there، هل سوف طبعا يكون ordinary mobiles in the future، هل هناك أو هل سيكون هناك هواتف عادية في المستقبل؟ طبعا will محتاج الفعل في المصدر، be مصدر الإجابة الصحيحة. will there be ordinary mobiles in the future، هل سيكون هناك هواتف عادية في المستقبل؟ الإجابة الصحيحة عندي be. بعد كده السؤال number 5، in 20 هنا 18، in 2018 يعني في 2080 you space go to the beach for your holiday. طبعا هنا تحتاج طبعا will بس منفية، في 2080 انت لن، يبقى هنا won't طبعا نفي will نفيها won't، يبقى هنا انت لن طبعا تذهب الى الشاطئ for your holiday لقضاء العطلة او الاجازة الخاصة بك في عام 2080، طبعا لن تذهب الى الشاطئ لقضاء العطلة الخاصة بك. بعد كده عندي read and correct the underlined words، اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها خط. هنا بقول لي the wall الحائط، الحائط مفرد يبقى is made of stone، مصنوع من الحجر. السؤال number 2، what will holidays، أداة استفهام فعل مساعد، الفاعل محتاج الفعل في المصدر طبعا be like in the future، ماذا سوف تكون الأجازات في المستقبل. يبقى عندي هنا طبعا بقول لي الرحلة طبعا أو كيف ستكون العطلات في المستقبل. طبعا أداة استفهام وفعل مساعد والفعل محتاج الفعل في المصدر من بين، يبقى بي. السؤال نمبر 3، the journey الرحلة الطويلة، سوف برضو يبقى الفاعل وويل والفعل في المصدر من توك، يبقى تيك. only 12 hours يبقى الرحلة ستستغرق 12 ساعة فقط، the journey will take only 12 hours. السؤال نمبر 4، my bed سريري is made طبعا of، of معناها من، يبقى هنا سريري is made of wood، مصنوع من الخشب. عندي unit 11، choose the correct answer from A, B, C or D. number 1، the space، the space is one of the most dangerous sea animals in the oceans. بقول لي دي طبعا أخطر أو أكثر الحيوانات البحرية خطورة في المحيط، يبقى الشارك القرش، lizard السحلية، turtle سلحفاة، dolphin الدولفين. يبقى the shark سمكة القرش واحدة من أكثر أو من أخطر الحيوانات البحرية in the ocean في المحيط، يبقى هنا shark سمكة القرش الإجابة الصحيحة. سؤال نمبر 2، the space has got 8 legs to help it swim fast. يبقى عايز يقول إن الأخطبوط لديه أو يملك 8 أرجل، طبعا legs أرجل to help it، بيساعده على السويم السباحة fast بسرعة. ويل الحوت، جيلي فيش اللي هو طبعا القنديل البحر، ترتل السلحفاة. إذا هنا الأخطبوط له 8 أرجل بتساعده على السباحة بشكل سريع. السؤال عندي نمبر 3، when a turtle السلحفاة is a danger، عندما تكون السلحفاة في خطر، it space into its shell، يبقى طبعا it بتاخد طبعا دائما في المضارع البسيط، الفعل يكون is أو es، أو طبعا عندي الإجابة الصحيحة عندي goes، يبقى it goes into its shell، بتدخل طبعا أو بتذهب أو بتدخل في قوقعتها. يبقى عندما تكون السلحفاة في خطر طبعا بتختبئ في إيه اللي هي الشيل اللي هي في الصدفة الخاصة بها. يبقى الإجابة الصحيحة عندي goes. number 4، the space has a hard shell to protect it. لا، السؤال نمبر 3 دي، عندما تكون السلحفاة في خطر طبعا بتخش ايه بتدخل الى قوقعتها. عندي طبعا نمبر 4، the space has hard shell to protect it، بيقول لي طبعا لديها صدفة قوية صلبة بتحميها، يبقى هي مين السلحفاة؟ طبعا تيرتل فلاي يطير، جيلي فيش قنديل البحر، سنيك ثعبان. يبقى ذا تيرتل السلحفاة has لديها a hard shell، صدفة قوية او خشنة او صلبة، to لكي protect it تحميها. يبقى الإجابة الصحيحة عندي تيرتل يعني السلحفاة. عندي بيج 45، نبدأ طبعا عندي نمبر 5، بيقول لي earth الأرض is one of eight، واحدة من 8 ايه species ذات التي go around the sun، التي تدور حول الشمس. يبقى إذن الأرض واحد من الكواكب التي تدور حول الشمس، يبقى كواكب معناها planets،
أما planes معناها خطط، plants خطط، وهنا planes طائرات، وهنا plants نباتات، يبقى أنا نباتات، وعندي هنا طبعا طائرات، وعندي هنا plants خطط، وهنا planets معناها كواكب. يبقى إذا الأرض واحدة من الثمان كواكب التي تدور حول الشمس. Number one, choose the correct answer from A, B, C, or D. We space water. إحنا المفروض بنحصل على الماية if it rains، طبعا عندما أو لما، if لو طبعا الجو أمطر، دي حقائق طبعا، مضارع بسيط، مضارع بسيط، دي الحالة الصفرية من حالات if، طبعا مضارع بسيط، مضارع بسيط، يبقى we get water، نحصل على الماء if it rains، لو الجو أمطر. السؤال نمبر 2، when it's very cold، لما يكون الجو بارد، يبقى الwater turns، بتتحول into ice، إلى ثلج، دي حقائق علمية. حالة if الأولى، عندي when بتساوي if، ده مضارع بسيط، مضارع بسيط. السؤال نمبر 3، we must، ادي الفاعل must، الفعل في المصدر، our planet، احنا يجب علينا ان احنا طبعا نحمي كوكبنا، يبقى save our planet. السؤال نمبر 4، you space share your ideas with others، طبعا دي should، هنا بقول لك انت يجب عليك او ينبغي عليك ان تشارك افكارك with others، مع الاخرين. السؤال نمبر 5، ده سؤال طبعا لأداة استفهام، وأدي الفعل مساعد، وأدي الفاعل محتاج الفعل في المصدر، ماذا ينبغي علي أن أفعل أولا؟ first، what should I do first؟ أداة استفهام، فعل مساعد، والفاعل، والفعل في المصدر. إجابة صحيحة عندي do. عندي طبعا read and correct the underlying words، اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها خط. السؤال الأول بقول لي when I am hungry، عندما أكون جعان، يبقى I have something to eat، يبقى أتناول شيء لآكله. ده طبعا if بتساوي when بتساوي if، ده مضارع بسيط وده مضارع بسيط، دي حقائق علمية. Number 2، ليلى feels ill، ليلى تشعر بالمرض، she if she، لو هي طبعا travels on a boat، طبعا دائما الفاعل بضيف للفعل ES أو S أو IES، يبقى هنا لو ليلى تشعر بالمرض، طبعا هي ستسافر، عذرا، ليلى تشعر بالمرض لو هي طبعا سافرت على القارب on a boat. السؤال نمبر 3، why must we، محتاج دائما الفعل في المصدر، لماذا ينبغي علي أو يجب علينا clean، ننظف the beaches، الشواطئ، أداة استفهام، عذرا، أداة استفهام، والفعل مساعد، والفاعل محتاج الفعل في المصدر. السؤال نمبر 4، you mustn't، لا يجب عليك listen to other students ideas، لا يجب عليك تستمع لآراء الطلاب الآخرين، طبعا must، يبقى you must listen، ده طبعا you must listen to other students ideas، يجب عليك ان انت طبعا تستمع الى افكار الطلبة الآخرين. بعد كده عندي unit 12، بيقول لي choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, an engineer، المهندس، is a person، شخص، هو، الذي، طبعا ده شخص عاقل، designs، يصمم، machines، الآلات، and engines، والمحركات. السؤال number two، it's not nice to go out in a boat، طبعا ليس من اللطيف أو من الجميل إن أنت طبعا تذهب تخرج in a boat، على قارب، for a dive، للغطس، when there is a storm، عندما يكون أو عندما يوجد عاصفة. يبقى it's not to go to out in a boat for a dive، للغوص، when there is a storm، عندما يكون هناك عاصفة. كده كنا وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو ينال إعجابكم، وشكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.